نتحدث أكثر عن هذا الموضوع من العاصمة الأردنية عمان. ينضم إلينا دكتور نبيل العتوم. دكتور نبيل مساء الخير، اليوم الخبير طبعا في الشؤون الإيرانية والنووية، مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور نبيل. وجود إذن وجوده على صفائح هذه إيران تحديدا، ما النسبة التي ترجعونها لهذه النقطة في موضوع تعرضها لكل هذه الزلازل؟ الخلفية الطبيعية ما النسبة التي تشكلها هنا، والبنية التحتية المهترئة، كيف نقسم هذه العوامل؟ مساء الخير ميسون. أولا لا شك يعني أنه إيران هي منطقة من المناطق النشطة زلزاليا، و منشآت إيران النووية خاصة مفاعل بوشهر يقع على أحد أكثر المناطق عرضة للزلازل، هو يقع على الهضبة الإيرانية وعلى ارتفاع ثلاث سلاسل جبلية متوازية تمتد من القوقاز وحتى آسيا الوسطى. هذه المنطقة كما ورد في التقرير تعرضت لكثير من الزلازل، ووصل آخرها في العام 2013 إلى 7.3 على مقياس ريختر، وفي حال زيادة حدة هذه الزلازل سوف يحول منطقة الخليج العربي إلى منطقة ملوثة برمتها. الأمر الثاني هو إشكالية البناء للمنشآت النووية الإيرانية لا سيما مفاعل بوشهر. هذا البناء تم في العام 1971، تعرض للقصف من جانب العراق أثناء الحرب العراقية الإيرانية في سنة 81 وسنة 82، ثم استكملت إحدى الشركات الروسية تشييده على مدى 10 سنوات من العمليات المتقطعة، وبالتالي نحن نتحدث عن بناء تم بناؤه دعيني أسمي تقنية السبعينيات ثم بتقنيات التسعينيات، وهذا يشكل أنا بعتقد تحدي مخيف بالنسبة لي، يعني هذا البناء الذي قد يتهاوى في أي لحظة نتيجة زلزال مدمر. في واقع الأمر الآن هنالك عدد من الإشكاليات، خاصة نحن نتحدث عن إشكالية ربما توجيه ضربة عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية، أو حتى عملية تخريبية سواء هجوم إلكتروني أو حتى رد فعل عسكري من جانب بعض الدول مثل إسرائيل التي تهدد ليل نهار باستهداف المنشآت النووية الإيرانية. بالإضافة إلى ذلك هنالك إشكالية خطيرة، هي إشكالية دفن النفايات الذرية. نحن نتحدث عن إيران ربما لا تمتلك التقنيات كما هو الحال بالنسبة للدول الكبرى في هذا الأمر. الجانب الآخر هو الخطر. نعم تفضلي. طيب في بموضوع المفاعلات النووية دكتور نبيل، اليوم المفاعلات النووية هي يعني ليست من الأسباب وجودها في تعرض إيران دائما لهذه الزلازل ولهذه الدرجة من قوة الزلازل هذه، ولكن هي بوقوع الزلازل هي تؤثر إلى نتائج مأساوية وكارثية أكثر وجود المفاعلات، هذا أول نقطة صحيح؟ نعم بالتأكيد ميسون، هنالك خطر مهم وربما يعني هنالك تقصير في الإعلام في الإشارة إليه، هو الخطر البيئي المتعلق باتجاه حركة الرياح، من شأن ذلك أن يؤثر على دول الكويت والبحرين والمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، خاصة أنه عم بتسبب التلوث النووي للمياه الضحلة في الخليج العربي، ومن شأن تسريبات المواد النووية إلى مياه الخليج أن تلحق الأضرار البيئية الهائلة بالممرات المائية ونظمها البيئية و مواردها الأخرى السمكية والتأثير على الإنسان. الآن أنا بعتقد أنه يعني هنالك نقطة مهمة ومحورية فيما يتعلق بدور الوكالة الدولية للطاقة النووية، هي لا تمتلك التفويض الكافي بالتصديق على سلامة المحطات النووية الإيرانية، خاصة فيما يتعلق بتعرضها للهزات الأرضية. الأمر الثاني يعني دعيني أسميه يعني مفاعل بوشهر على وجه التحديد غير مدرج على قائمة المواقع النووية للتفتيش للتأكد من سلامته، وهذه إحدى أهم عيوب الاتفاق النووي مع إيران حيث لم يدرج هذا الموضوع. الآن في واقع الأمر أنه إيران تدعي دوما أنه المحطات النووية قادرة على تحمل الزلازل القوية في حال وقوعها، وهذا أمر غير صحيح. يعني في 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 السيرة الجغرافية دعيني أسميها من الزلزالية لإيران، هنالك زلازل مرت مدمرة كما ورد في التقرير قبل قليل، وهنالك حتى تأثيرات سابقة من مركز الجغرافيا الفيزيائية في إيران حتى منذ العام 1971. أنا قرأت عدد من التقارير يحذر من بناء حتى هذه المحطة، محطة بوشهر في منطقة بوشهر المطلة على مياه الخليج العربي، وبالتالي أنا بعتقد أنه هذه السياسة الإيرانية سياسة غير مسؤولة، ولا بد من تدخل الدول العظمى في هذا الموضوع لإثناء إيران عن الاستمرار في هذه البرامج المدمرة التي قد تكون نعم. خاصة بأنه الهزات الأرضية كلنا عم نتأثر فيها، يعني حتى هنا بالإمارات المرة الأخيرة وهذه المرة بالكويت،
أنا أشكرك جزيلا من العاصمة الأردنية عمان دكتور نبيل علي العتوم الخبير في الشؤون الإيرانية والنووية، شكرا دكتور نبيل.